ربيعة الزناقي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية الثقافية الرياضية المرأة والطفل جامعة سيدي حيا زعير. اليوم تنتواجدوا في المعرض ديال المنتوجات الصناعة التقليدية اللي كيتنظم بالموازاة مع مهرجان تبوريدا سنة 2022. درنا هذا المعرض باش نشجعوا الجمعيات والتعاونيات يقدموا المنتوجات ديالهم، يبيعوا ويشريوا ويديروا علاقات، على الأقل يتعرفوا مثلا، يعطيوا لي كارت فيزيت ديالهم. والحمد لله البارح كان الافتتاح، كان إقبال رائع على المعرض. نتمنوا يعني هذا المعرض المره الجايه يتنظم يعني في احسن حله واحسن من هذه المره. شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم يعني في في تنظيم هذا المعرض، يعني من خلال اللوجيستيك، من خلال التنظيم الى غير ذلك. واليوم تيتواجد معنا يعني فريق عمل ديال الوكاله التنميه الاجتماعيه اللي كيترأسوا السي مصطفى الحرمه، جاوا باش يشوفوا حتى هما الجمعيات والتعاونيات اللي يمكن يشتغلوا معاهم في اطار التمكين الاقتصادي. وهذا هو الدور ديالنا حنا، الا وصلنا غير واحد الخمسه ولا سته ديال الجمعيات يمشيوا يخدموا مع الوكاله التنميه الاجتماعيه وتمكنهم اقتصاديا يعني ودعمهم مزيان، راه حنا ربحنا بالنسبه للجمعيات والتعاونيات متواجدة على الإقليم. نتمنى أننا نكونوا يعني عند حسن الظن، نتمنى أننا نديروا برامج في المستوى، خاصة نحن مازالين خدامين على برنامج عمل الجماعة وتعاونيات وجمعيات كانوا شركاء معنا، وكالة التنمية شريك أساسي معنا ببرنامج عمل الجماعة. وتا بالنسبه للمهرجان بعد هاد العامين ديال انقطاع، الا لاحظتوا البارح كيفاش كان الاقبال على المهرجان، الناس متعطشه للترفيه، متعطشه يعني كل ما هو تنشيط، كل ما هو يعني ثقافي رياضي الى غير ذلك. وتبارك الله البارح واليوم كذلك رجال الصحافه والاعلام حاضره بقوه. شكرا لجميع الصحافه والاعلام اللي كانت حاضره وغطات هذا المهرجان وهذا المعرض، شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم المرابط كلثوم الموسيقيه الجهويه الوكالة التنمية الاجتماعية لجهة الرباط سلا قنيطرة. اليوم كنتواجدوا بالمعرض ديال تمسنا اللي منظم في إطار المهرجان الكبير السنوي ديال تبوريضة بالمنطقة. احنا جينا اليوم كأطر ديال وكالة التنمية الاجتماعية في إطار النهوض بالمرأة القروية عامة والمرأة الحضرية والشبه الحضري، النساء باش ينهضوا بالتمكين الاقتصادي وتكون واحد الاستقلاليه ماديه لهم. وكما شفنا زرنا مجموعه الاروقه اللي خاصه بالخياطه، الخاصه بتثمين الزيوت، الخاصه بتثمين منتوج صحراوي يعني متنوع. منها كنشوفوا النساء العارضات، ومنها كاين تأطير وتحسيس لاهميه انشاء التعاونيات، لاهميه العمل المقاولاتي للمراه، اهميه المقاول الذاتي في اطار هذه البرامج وهذا الورش الكبير اللي فتحوا سيدنا في اطار برنامج انطلاقه، برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اوراش، يعني مجموعه البرامج مفتوحه للجهة وكاله التنميه الاجتماعيه هي اللي عندها برامج في اطار التمكين الاقتصادي للنساء بالمنطقه. هاد الدورات التحسيسيه غادي تعطينا فكره على العدد ديال التعاونيات، عدد الجمعيات اللي كاينين النشيطه في المنطقه، اللي نقدروا من بعد اننا نعاونهم في اطار التاطير والمواكبه حتى يوقفوا ان شاء الله على رجليهم ويقدروا انهم يحققوا المشاريع اللي كيتمناوها والطموح اللي بغاو في اطار واحد الاستقلاليه ماديه ان شاء الله. معكم أمزيان كوثر، خياطة تقليدية. هذه مشاركة معكم في المهرجان ديال تبوريدة تامسنا. كنشكركم تنتوما على الحضور ديالكم والالتفاتة ديالكم الطيبة. الموقع ديالكم بالنسبه للمشاركه ديالي، انا المشاركه اليوم هنا في الجناح ديالي هنا نورمالمون دايره تقليدي 100% صناعه تقليديه، الخياطه التقليديه للنساء والرجال. عندي منتوجات تقليديه بالنسبه للخياطه، الطرز، الصنع ديال الخياطه ديال المعلم، التنبات بجميع انواعه، بالنسبه للمضام
عندي هنا انا لي بورتفوي تاعهم ديال صنع يدوي 100% منتوجات يدويه. بالنسبه للمشاركه ديالنا كانت الحمد لله مشاركه طيبه. كنشكروا جماعه سيدي يحيى على الالتفاته ديال باش ساهموا معنا باش ينجح هذا المهرجان، وخلاو وسمحوا لنا باش نعرضوا المنتوجات ديالنا، والحمد لله اللهم لك الحمد. كنشكركم. السلام عليكم، اعرب محمد رئيس جمعيه السلام للبيئه والتربيه والتكوين. اولا كنشكروا قناه نيوز نيوز بلس على الحضور ديالكم والتغطيه لهذا المعرض وهذا المهرجان هذا، وكنشكركم بزاف. كنشكروا كاع جميع القناه اللي غطات يعني الحدث، وكنشكروا المجلس الجماعي اللي هو ديما يعني في الخدمه ديال السكينه وديال الشباب ديال المنطقه، وبالاخص يعني جدير بالذكر انه من بعد المهرجان هذا جاء من بعد واحد العامين ديال كورونا، كان الناس مازال مساكن يعني مغرقين على رؤوسهم. وحنا اليوم انا والزوجه ديالي هي خديجه امريكي كنعرضوا هذا المنسوج ديالنا اللي هو منسوج تقليدي قدامكم اللي كتشوفوا يعني هذا، وكنحتفظوا بهذا العرض يعني على التراث المغربي العتيق اللي هو بدا كينقرض يعني في بعض المناطق. وحنا هذا المنسوج هذا كتشوفوا قدامكم كنجيبو كنستوردو من مدينة فاس اللي هي مدينة عريقة يعني غنية عن التعريف ما يخص الصناعة التقليدية، وبواحد المجهود كبير يعني كنقومو به أنا والزوجة ديالي، يعني هذا واحد العمل كنقومو به يعني فردي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.